عسلامة البنات ان شاء الله نهاركم اسعد الايام يا ربي اينما كنتم تتابعوا فينا في تونس والا خارج تونس تحيه كبيره لكم آه ليكم ان شاء الله تكونوا بالف خير اليوم حبيت نشارك معكم آه روتين مسائي هكا نجم نقولوا روتين فما نعرفش ما كنتش ناويه التصوير الحقيقه فقلت على لا خليني نصور لهم كيفاش الليله آه هذيك باش نعديها في الكوجينه شنو العشاء شنو الديسير والا الفطور آه الصباح وخليني اني مش نتنوش لكم حاجات يسر تحفونا البنات أه اول حاجة مشيت قضية الحاجات اللي نقصتني في الدار بالطبيعة دونك السيرتو هذوما لي برودوي انا وحاجتي يعني حسب الاسبوع او الاسبوعين كي تنقصني حاجة نمشي أه نجيب أه بالطبيعة اول حاجة نعملها نمشي نرتب الدنيا الكل ما نخليش الشيء فوق بعضه حتى الوين هذيك اكثر حاجة أه نعملها هي لولا نصبقها باش تقعد الكوجينة متاعي منظمة دونك هذيك راهي بارتي صغرونا اللي صورته انا توا جوست لي برودوي لي تي اكاهو لكن شريت برشا حاجه اخرين كملت نظمتهم وما صورتهمش الحقيقه باش ما يجيش الفيديو طويل دونك راسي وجعني زيد مريضه كان حطوش حطوا صوت مبدل دونك الحمد لله على كل حال ف العربي هذاك هو الحل بالنسبه ليا في الوقت هذيك وزيد برشا اسئله قاعده توصلني قهوتك قهوتك على الانستغرام كيفاش تعملها دونك أبنت انا اخذت الززوة حطيت قدر كيس يعني حكرت كيس ماء اللي نشرب فيه العادة القهوة صبيته في الززوة عندي هوني ملعقة كبيرة وشوية يعني ملعقة كبيرة مليانة مش مليانة هكا مسطحة وشوية ونص يعني مغرفة ونص هوني السكر ما حطيتش فيها الجملة حبيت نشربها سادة دونك ما حطوا السكر اللي تحبوا عليه حسب الذوق ونحرك هكا حتى لوين البن نتاعي يذوب ونخليها تسخن حتى لوين تغلي نحذر الكيس نتاعي اه بالطبيعه يعني نحطه على جنب ونحط الحويجات الحلوه هيك التنويشات اللي باش نعندي بهم القهوة عندي إيه هوني اه شوكولاته دونك اه نسيتها في ال... كنا حضرنا العرس ونسيتها في الساك حليت نلقاهم قلت علاش لا خليني نصورهم دونك هذيك علاش لاصقه فيها شاشيه دونك ناكلها مع القهوه دونك كيما شفتوا القهوه نتاعي هوني بدات تغلي هي تبدا تفور واحنا نحركوا هذيك التحريكه الاخرانيه هي اللي تخلي الكشكوشه تطلع على الوجه وتعطي منظر ياسر مزيان دونك فوالا حطيتها في الكيس ومشيت باش نشوف شنو هي ريحه القهوه تفحفح ما هيك الشوكولاته ياسر بنه بصراحه دونك فوالا انا يتعدل حتى لو كان كنت تعبانه كي نشوف القهوه المزاج متاعي يتعدل دونك اليوم ان شاء الله باش نعملو بيتزا على شهوه ولدي وعلى شهوه زاده متتبعه طلبتها مني برشا قالت نحب روسيت بيتزا فاليوم ان شاء الله باش نعطيكم وصفتي البسيطه جدا والمعتمدة يعني ويسر بنينة وطيارة وناجحة مية بالمية أنا عملت كمية فارينة ما يعمل ثلاثة كعبات بيتزا دونك ثلاثة في العائلة وما ضعفوا الكمية عندي 500 غرام جرام فارينة رشة ملح رشة كليل رشة زعتر دوما نحطهم قطيرة زيت زيتونة ونخليهم يتبسسوا في البيتغان مع مغرفة مش مليانة كبيرة خميرة خبز دونك نخليهم يتبسوا شوية ونبدأ نصب بعد الماء الماء ماذا بينا هوني يكون دافي بطبيعة زيد بشوية بشوية حتى الويل العجينة متاعي تتلم والهم من هذا الكل لازم تكون تتلصق البنات بالطريقة هذية مش كاملة يعني شد روحة لا لازمها تكون تتلصق راهو في المعجنات الكل باش تجيكم العجينة هشوشه لازمها تكون سريعه شويه في اليدين مشيت باش مش نحضر السوس بالنسبه للسوس قلت لكم تاعبه وبيخله فعملت صوص حاضره بتاع طماطم عملوا طماطم كعب بطبيعة مقطع عادي مرحي سنينتين ثوم كملت زدتهم رشه ملح رشه كركم ورشه توابل دونك هذه هي الصوصه طماطم تاعي ما حطيتش اكليل زعتر على خاطر حطيت في العجينه والعجينه باش نزيد نكمل نحط في الصوص باش يجي طعم قوي دونك فوالا نستكفى بالصوصه تاعي بالطريقه هذه ونمرقها ونخليها تجيب سله سله هوني التليفون مونسني بعد الدنيا الكل باش نحذر البراونيز والبرونيز هذي شهوة وليد يتبع فيا هو ماماتو وفرامو عندي برشا صغيرات قاعدين يتبعوا فيا زيدا عندي رموحة المزين شافتني فرحت على الاخر عن قطني قطلي تتام احليكم احلى بالله البنات اللي عندها صغيراتها قاعدين يتبعوا في قناة لمسات نوسا نبوسهم بوسة كبيرة ونقولهم نحبكم برشا وتحية أخرى زادة المرة هذه اللي تزير الأم غيدة أكيد إن شاء الله تكون تسمع فيها والله عجبتني الحكاية كل مرة هكا نذكر أسامي دونك كلكم نقدم لكم تحية كلكم نحبكم بالحق ونورتوني ويعطيكم ألف صحة على الدعم متاعكم دونك نرجع لل البراونيز بالنسبة للبراونيز خديت طبلية شوكولاتة فاتني الحديث وانا نحكي دونك طبلية شوكولاتة فرمتها حطيتها في الميكرو مع مغرفة كبيرة كريم فريش الشوكولاتة هوني البنات عملتها فيها هيك البوفري والمهروشة لخط البوفري ومن بعد كيف في تجيب البرونيز تجي كروستيونت ياسر مزيانة وبنينة به توا مادام ذوبنا الشوكولاتة والكريم فريش باش نزيد مغرفتين كبار شوكولاتة تختين اه تختيني يعني تحبوها نوتيلا ولا سعيد أنا متوفرة عندي هذية. ياسر بنينه زاد بنكهه قلب بصراحه عطات بنا لا تقاوم بالحق خلطناها مع بعضهم مع الشوكولاته المذوبه وباش نمشيو نحضروا بقيه البريباراسيون البريباراسيون هوني عندي 70 سبعين غرام زبده ذوبتها يعني ثلاثة ارباع الكيس عندي هوني شويه سكر يعني يا مغرفتين كبار من غير قياس على خاطر عندنا برشا شوكولاته وواحد ما نحبش حلوه برشا دونك السكر هوني حسب الذوق حطيت هوني قطره فانيليا والزبده عندي هوني دافيه شويه يعني ذوبت السكر ولا هكا سوبل على الاخر حركتهم شويه وزدت هيك الشوكولا اللي ذوبناها مع هيك الشوكولا ترتين اللي خلطناها ونخلطه مع خليط السكر والزبده ونقعد نخلطه بشويه بشويه ونزيد عظمتين دونك بالعظمه بالعظمه او بالبيضه بالبيضه ونخلطه حتى هكا يندمج المكونات الكل دونك البنات راهو هوني البرونيز نتاعنا راهي ما شاء الله برشا وصفات متنوعه ومتعدة لكن الوصفه هذه ياسر طياره علاش على خاطر من فوق تعطيني هيك القشره المقرمشه ومن داخل تبدا موالو تبدا طريه اذ في الفم هي كملنا خلتنا العظم عندي كيس باش نحكر به يعني هوني نقيسو بالكيس عندي ربع الكيس اه كاكاو كاكاو حلو مر اللي تحبوا انتو ما حطوا ما يقلقش دونك عندي انا هيك الربع باش نكمل نحطه في الخليط وعندي هوني ثلاثة ارباع الكيس فرينة ونكملوا نخلطوهم الكل حتى نتحصلوا على خليط متجانس موحد ام امريقلة انا تو نحط لكم المقادير الكل مكتوبه في صندوق الوصف تمشي وتعملوا طلع اكيد وعملوا كابتور اكرام باش تقعد لكم في التليفونات من غير ما تقعدوا ترجعوا للفيديو وهكيكا تجربوها وعنا هوني زيدة مغرفه صغيره مليانه بيكنج بودر ولا خميره الحلويات نكملوا نزيدوها ونخلطوا شفتوا التكستور نتاع البنات الخليط لازم يكون هكا عاقد على الاخر بورطوني ما حطيناش برشا فارينة دونك نحطو في طبق فيه بابي كويسون المك... المقادير اللي حطيناها في البراونيز هذه راهي نتاع طبق صغير ماهوش نتاع كبير دونك اذا كانت تحبوا طبق كبير ضاعفوا الكميه دونك انا حديده في صغرون جاتني عاليه باهيه انتوما اذا كان عندكم طبق كبير عاود ونكرر راهو لازم تضاعفوا الكميه باش تجيكم عاليه كهو الفرن تاعي يسخن على درجه 160 حطيت بيبيت الشوكولا هكا رشيتها من فوق تنجموا ترميوا فيها زيادة شويه بوفريوه هكا مهروشه زيادة من فوق اذا كانت تحبوا انتم تتفننوا كيف ما تحبوا ندخلوها التيب وهذا يا البرونيزه بتاعنا خرجت لبنات دخلت مستطيله خرجت مربعه علاش على خاطر في نهارته عاودتها مرتين المره الاولى غفلت عليها مشا وسيم حاسيل واستفرت بها ما حتى الفرصه باش نصور دونك سبق وكلها صحة وبالشفاء لكن رصات لي باش واحدة أخرى ونوريكم كيفاش جيت راي نفس المقادير ونفس كل شيء جست بدلت في الطبق دونك فوالا هذه هي الكيك ياسر محليها البرونيز نتاعنا ريتو من كيفاش عاملة قشرة من داخل راهي تري ذوب في الفم يعني تحس هكا انت تنزل عليها هكا شوية وهيك الشوكولاتة تبدا تنز من داخل ياسر بنينة ونكهة البوفريوة نتاعها وهيك البوفريوة المهروشه اللي في وسطها مقرمشه تعمل 66 ست كيف به هذه الحلو وارتحنا منه باش نمشيو توا زيد نشوفوا كيفاش نكملوا او نحضروا البيتزا نتاعنا وهذه العجينة متاعي بعد ما خليتها ترتاح الحقيقة انا عجنتها وخليتها هكا تاخذ راحتها انتم آه راهو عادي جدا تنجموا متريحوهاش وهاش تعجنوا تعجنوها يعني وديريك تطيبوها ما يقلقش دونك باش نمشي نكورها على حسب عدد البيتزا اللي انا باش نعملهم جبت الفور الكتريك عندي هذية آه اكيد اللي مش متوفر عنده يستعمل الفرن العادي لكن انا راني آه استعملت هذية صحيح لكن حسيتها ابطات وهي قاعدة اطيب فرصاتي بدلت الفور الاخر آه في ساعه في ساعه طابت آه لكن حتى ذات الطيب نتاعو ياسر ابنين لكن ياخذ آه وقت باش يخلي هيك العجينه تطيب والجبن يذوب دونك آه خذت شويه وقت فبدلت للغاز الكره الاولى نتاع البيتزا كملت طرحتها وحطيتها تطيب على درجه اثنين الفور هذه روعة اثنين جست هوني حبيت نقلبها باش نوريه لكم كيفاش هي عرفتها قريب تطيب العجينه وين نرمي الطماطم اللي انا عملتها عندي هوني الموتزاريلا العربي البنات اللي باش يسالني شنو هي نوع الجبن اللي عملته راهو الموزاريلا العربي تلقاوها عندك اللي يبيعوا الالبان وكل ياغورت الديري دونك قولوا لهم يعطيكم جبن موزاريلا عربي يعطيوكم عادي جدا تروحوا تفرموها وتحطوا التون الزيتون نتوما هوني شنو تحبوا انا حاجه واحده البنات راهو الجبن ما نحبوش هيك اللي بالحق برشا برشا في البيتزا على خاطر يجي قوي ويفددني على خاطر يبدا هكا يتمغط هذيك يعني جبن برشا برشا ما يعجبنيش فاحطيت شويه انتوما اذا كانت تحبوا تكثروا بالطبيعه كثروا على روحكم عندي كريباتك دا كيف كيف حطيت آه رميتها من فوق هوني لبنات في الفور وهي قاعدة طيب الكعبة الاولى بالصيف ما طابت بطاط دونك الكعبتين الاخرين في الفور وهذه هي من داخل الحقيقة آه خرجت قلش عليها مشرية من برا آه انا قبل ما ندخلها للفور وهي آه نية دونك آه نعجن نطرح العجينة حتى فوق البابي كويسون حطيت الصوص حطيت كل شيء في وسط على خاطر العجينة متاعي هوني هشوشة راهي فيزا مش تطيب ما تطلبش اني ندخلها الطيب قبل دونك آه حسيتها وهي نية وخليتها تيب وكي رجعت خرجتها نعود نقص من أول وجديد هوني هيك الابيض هذيك حطيتها كمغرفتين من هكا طيش كريم فريش بصراحه تعجبني برشا في البيتزا وهي تبدا سخونه وصيخة بصراحه برشا 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 برشا, 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 برشا بنه وتنشوفوا وسيمه باش يعطيكم رايه زين دوكاي رأيك يا بنينه لازم الصحة ماما بنينه صحه فريحه اما خير دلت تعملها ماما ولا نجيبوها من الشارع ماما خير زين بي صحي زين صحه وشفا هذه البنات البيتزا يي سر بنينه وهذه البيتزا متاعنا البنات نودكم وما نشهيكم تتاكل سخونه تعمل 66 كيف العجينه تذوب في الفم مع هيك الفرماج مع هيك التون حسيلو ياسر بنا او نستنيكم باش تجربوها وتعطيني رايكم وتبعثوا لي زاد تجاربكم على صفحتي الانستغرام لمسات به هذا بالنسبه للبرد العشاء بيتزا خفيفه ظريفه توا نحب نعطيكم الماسك الحقيقه انا شفته في اليوتيوب لكن خديت وقتي باش نجربه وكيف في افيكاس قلت علاش لا ما نصوروش للبنات به البنات عندي هون يعني ماسك للدين ياسر طيارة بزوز مكونات أكاهو عندي نص كعبة ليمون وعندي الكربونات الصوديوم يعني الكربوناتو باش تقولوا ليش بيك ديما نزل على الكربوناتو صدقوني طلع عنده برشا 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 منافع نجمو نعملوها وحدنا للدار تنفع حتى للبشره نتاع اليدين دونك البيكربونات الصوديوم هذيك اللي القرطاس نتاعو هوني نسيت ما صورتوش البلو اكوا او ياسر طيارة و إفيكاس على باش ناخذ نص كعبة قرص باش ندهن بها إيدي الكل هوني يرد بالكم البنات إذا كان عندكم جرح ولا حاجة ابعدوا عليه ما تعملوش دونك الماسك هذي البنات باش نوع إفيكاس دونك بعد ما كملت أنا دهنت بالقرص الكل باش ناخذ شوية بيكربونات هذيك نرش على يدي ونبدا نفرك نفركش عليا نعمل فيه مساج ونبدا نحك هكا نعمل مساج لصوابعي لو ماكس يعني تحب تقعد خمسة دقائق بالعكس باش تستحليها وباش هكا تحس برشا راحه والنتيجه نتاع الماسك هذايا بصراحه توب على الاخر هوني بعد ما كملت انا غسلت يعني عملت المساج بالليمون والبيكربونات الصوديوم حكيت خمسة دقائق غسلتها عادي نشفتها بالطبيعة وباش نعمل أي كريم مرتب أنتم ما تستعملوه لليدين خرجت المعك القشرة الميت الكل تنحات واللي تشبرون البنات اللي عندكم ما متاع احراق شمس ولا قشرة ميتة ولا تبدأ احنا نعرفوا توا الطقس تبدل القشرة متاع اليدين تتبدل مع حركة الدار وغسل الماعون برشا دونك باش تولي هكا حرشه شويه، جربوا الماسك هذايا ثلاثة أيام في الجمعة، نهار بعد نهار، جربوه في الليل مش في النهار، صدقوني ياسر طيارة طيارة البشرة تفتاح وتولي رطبة 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 ناعمة كنعومة الأطفال كما نقولوا إحنا، دونك ياسر طيارة الماسك هذايا الحقيقة، بعد تدهنت يدي بكريم كاغان اللي ريتوها توا مارك تونيزيان الحقيقة ياسر طيارة، عجبتني على الأخر ديجا قريب توفة موجودة في تيتا خديت منها وماهيش غالية في اظن اي ياسر اه ترطب ومحلى ريحتها بنينه دونك بصراحه ياسر روعه الماسك جربوه البنات اكيد 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 باش يعجبكم على الاخر دونك فوالا نصل بكم توا اخر الفيديو ان شاء الله تكونوا استفدتوا منه وعجبكم بالطبيعه نتلقاو ان شاء الله في فيديوهات اخرى على قريب ان شاء الله باي باي وبسلامه